مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الكليب، عضو فريق التوعية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. أهلا ومرحبا بك، أحييك من خلال مسيرة الحملات التي قام بها المركز بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة منذ أوائل عام 2014. ما هو السر وراء نجاح هذه الحملات؟ مساء الخير أستاذة لينا، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. الحمد لله، طبعا البرنامج السعودي يعني اطلق برنامج كفاءة الطاقة منذ عام 2014، وهو يطلق حملات توعوية ومبادرات خاصة بترشيد استهلاك الطاقة عبر يعني العديد من الوسائل اللي يعني توصل هذه الرسائل. الحمد لله، يعني هذه الحملة الآن انطلقت اليوم، وهي بعنوان لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا. الهدف منها طبعا توعية المواطنين والمقيمين بأهمية يعني الحد من استهلاك الطاقة لديمومة نموها وبقائها يعني بإذن الله في الأجيال القادمة. طيب، هل هذه الحملات مجدولة ضمن خطة استراتيجية؟ ما هي المدة الزمنية أو المعايير الزمنية لإطلاق هذه الحملة؟ عن دور الإعلام الجديد؟ اي نعم، احنا طبعا عندنا مواقع التواصل فاعلين فيها الحمد لله، عندنا طبعا يمكن حساباتنا، حسابات حملة تبقى على مواقع التواصل المختلفة، يعني موجود هناك جميع المحتوى اللي تتضمن الحملة، وأيضا التفاعل جدا عالي فيها. احنا يهمنا الوصول إلى جميع شرائح المجتمع عبر جميع الوسائل، ومن أهمها طبعا وسائل الإعلام الجديد. نعم، محمد الكليب، عضو فريق التوعية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، شكرا جزيلا لك، وأشكر هذه المداخلة الهاتفية.